وبالعودة مشاهدينا إلى خبر العملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة في جنوب ليبيا والتي آتت بنتائج القضاء على زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا. ينضم إلي عبر الهاتف لواء متقاعد محمد عباس حول هذه العملية. بداية أرحب بك سيادة اللواء في نشرة الأخبار وتواصل القضاء على أبرز القيادات في داعش على الأراضي الليبية ومن قبل القوات المسلحة، ليست العملية الأولى، وانتهاء الآن بزعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا. أتحدث أو أسألك عن تداعيات هذه العملية عسكريا وأمنيا بداية. السلام الله عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وتحية لكم وللجيش الليبي البطل الذي وضع نصب عينيه ووضع هدفه الاستراتيجي اليوم القضاء على الإرهاب. وبالتالي اليوم نجد أن القوات المسلحة الليبية قد استطاعت فعلا أن تسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتترجمه على أرض الواقع، وأن تضمن ارتقاء نوعيا عسكريا قتاليا، ارتقاء بمستوى الأداء وارتقاء أيضا بمستوى التخطيط وبالمعلومات الاستطلاعية الاستخباراتية وبكل ما يمكن له أن يؤدي إلى حسم المعركة في مواجهة الإرهاب الذي تقوده وتصنعه وتصنعه تركيا. تركيا اليوم هي دولة الإرهاب ورأس الإرهاب ورأس حربة أمريكا في المنطقة. اليوم استطاعت القوات المسلحة الليبية أن تضع حدا لما يسمى بقائد تنظيم داعش أو قائد الإرهاب الموجود في شمال إفريقيا، وبالتالي هذا أنا في تصوري هو إنجاز استراتيجي كبير على مستوى الاستخبارات على مستوى الاستطلاعي وأيضا على مستوى المعلوماتي، ولكن على مستوى النوعي لعمل القوات المسلحة الليبية سواء كان من خلال تنفيذ المهام بالإغارة أو بالكمائن أو أيضا بتنفيذ العمليات العسكرية العملياتية أو التكتيكية. وإذا ما قلنا أنها عملية أو معركة، فهذه المعركة الحقيقة حققت هدفا استراتيجيا بالقضاء على ما يسمى بقائد تنظيم داعش في شمال إفريقيا، وهو هدف استراتيجي في قضاء الإرهاب. لكن دعني أذكر أسادة المشاهدين بأن الإرهاب متعدد الرؤوس، وبالتالي إذا لم نقطع رأس الأفعى الحقيقي، وهنالك رؤوس متعددة لأردوغان ولمجموعاته في المنطقة ولها عناوين كثيرة، إذا نحن اليوم مطالبون كقوات مسلحة ليبية أو سورية، يعني نذكر أننا أيضا في سوريا نواجه نفس العدو ونفس العدوان، نواجه نفس الأدوات التركية في العدوان على سوريا وعلى ليبيا وعلى المنطقة وعلى الإسلام المحمدي الحنيف. هناك عدوان تركي يمارس على الإسلام وعلى الدين الإسلامي المحمدي من خلال ما يطرحه حزب العدالة والتنمية، ما يطرح نفسه حزب العدالة والتنمية كنموذج لإسلام معتدل محافظ جديد، هو إسلام تلمودي وإسلام بعيد كل البعد عن الإسلام الإسلامي المحمدي الحنيف. ولكننا اليوم نجد أن القوات المسلحة الليبية استطاعت أن تتقدم خطوة، لا أقول أنها نهاية معركة، إنها خطوة في الاتجاه الذي يمكن له أن يضع حدا للإرهاب التركي ولممارسات الجيوش التركية البديلة، إنها حالة بطولية. طيب سيادة اللواء، عذرا على المقاطعة، ولكن سؤال آخر، ومن خلال خبرتك العسكرية أنت تعلم بأن الطرف الموالي لتركيا أو تركيا تصف القوات المسلحة بالميليشيات وما إلى ذلك من صفات أخرى، هل باعتقادك كعسكري مخضرم ولواء متقاعد من الجيش السوري بأن من قام بهذه العمليات النوعية بدءا بأبو الحبيب الأزدي وانتهاءا بأبي معاذ العراقي، هذه عمليات نوعية قد تقوم بها ميليشيات أم جيش محترف؟ يعني بالنسبة للتركي يعني ينظر إلى نفسه في المرآة ويعني يتحدث عن الآخرين كما يصف نفسه، وبالتالي هو يعتقد أن كل جيوش العالم بتت ميليشيات. وتركي لم يخفي تركي دوره في العدوان على سوريا سواء بدعم تنظيم داعش أم النصرة أم القاعدة أم حراس الدين والتنظيمات الأخرى. يمتد تركي اليوم إلى ليبيا، إلى الصومال، إلى النيجر، يمتد تركي إلى الشرق المتوسط، يمتد تركي في أذربيجان، في أرمينيا، في كل مكان تجد الأحلام الأردوغانية السلجوقية العثمانية. وبالتالي يجد أن كل من يتعارض معه وكل من يرفض سياساته وأحلامه التلمودية العثمانية السلجوقية يعتبره إرهابيا، وهذا الكلام يتوافق مع الفكر الترامبي
تسيطر الإدارة الأمريكية والتي تعتدي على الشعوب باستخدام الجيوش البديلة واستخدام الإرهاب، خاصة إذا ما عرفنا الإرهاب بأنه امتداد للسياسة الأمريكية، امتداد للسياسة التركية. تركيا اليوم عاجزة عن مواجهة الدول والشعوب، وبالتالي تستثمر بمجموعات وجيوش بديلة، تستثمر بالإرهاب وتستثمر بالقوى والوساط التي يمكنها أن توفر من دماء الجنود الأتراك الحقيقيين، وتستثمر بأبناء جيوش الدول البديلة عندما تقوم بنقل ميليشياتها وعصاباتها من سوريا إلى ليبيا أو من الصومال ومن مناطق أخرى، يعني من كل بقاع العالم، لا أقول فقط من دولة بعينها. تركيا تستثمر تحت الهوية الإسلامية وتحت مفردة بناء دولة الخلافة وصنع دولة الخلافة، ومن أجل الخليفة أردوغان، هذا الخليفة المارث من الدين المحمدي الحنيف. يبدو أن أردوغان ما زال يعتقد أنه قادر على اللعب بالعواطف وبالعقول، وبالقول أن دولة الخلافة أو الخرافة بين قوسين باتت قاب قوسين أو أدنى. اليوم يصف كل من يقف في وجهه ويعترض على سياسات تركيا يصفها بالميليشيات، وبالتالي لا يمكن له أن يتخيل أن هنالك دولا تمتلك جيوشا. ويعتقد دائما أن كل جيوش العالم باتت مثل الجيش الانكشاري التركي، ولذلك يوجه الاتهامات يمنة ويسرى، ويوجه أيضا أصابع الشك إلى كل دول العالم وشعوب العالم، تلك التي ترفض السياسة التركية وترفض أيضا الممارسات التركية في المنطقة. التركي بات واضحا أنه رأس الحرب. نعم، وضحت الصورة. اللواء المتقاعد من الجيش العربي السوري محمد عباس، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك.